دلوقتي نروح بقى مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. انت عارف ان اكتر مكان بحب اقعد فيه في النادي في الشتاء تحديدا كمان هي المكان اللي هو بتاع حيث حائط البطولات. والله بجد القعده هناك رايقه كده والانوار خفيفه وتشرب حاجه بتبقى قعدتي مفضله يعني مش معلومة مهمة. المهم خلينا بس لأن هنتكلمت قبل ما نروح للصحافة الرياضية هنتكلمت في نقطة مهمة جدا وقالت في بداية كلامها وحشنا الجماهير وحشنا ماتشات الأهلي. يعني الجماهير زي ما بتقال كده متعطشة لماتشات النادي الأهلي طبعا. خليني أقول لحضراتكم فيما يختص بالجماهير برضه عشان المعلومة تكون موجودة. السلطات الأمنية في تونس حددت بالظبط اللي هيكون حاضر من عدد مشجعي هنا وهنا هيكون 8000 خصصت 2000 تحديدا للنادي الأهلي. ساعة الملعب على فكرة المفروض بتاخد 12000 يا كريم بس هو هيبقى 8000 بس اللي هيحضر ومتخصص يعني كامل 2000 طبعا لو في زيادة هيبقى في أماكن أكتر بس متخصص لحد دلوقتي 2000 مكان يعني جماهير النادي الاهلي اللي هتكون متواجده سواء بقى عايشه في تونس او هتروح عشان تحضر. تعرف في كده ناس بتلف مع الاهلي في اي مكان في العالم طبعا ده معروف. الحاجة التانية اللي برضو هتطمنا جدا ان السلطات هناك برضو الامنية تحدثت ان هي بتستنفر اي اعمال شغب قد ان هي تحدث وبيتكلموا بيشددوا على ان هم مش هيقبلوا يكون في اي يعني مشاغبات او اي اعمال عنف في المباراة او اثناء المباراة او بعدها. فدي اعتقد برضو نقاط مهمة جدا ان احنا نقول لحضراتكم عليها او نطمنكم يعني بشأنها. خلينا بقى دلوقتي نروح للصحافة الرياضية وجريدة الشروق وهناك زميلتنا العزيزة جدا نورهان طمان عشان نعرف منها آخر المستجدات. وانت معاك يا نورهان ملفات كتيرة جدا بس طبعا مع الأخبار هسألك عن حالة الطقس برضو هسألك عن الحالة المرورية. تفضلي. يا صباح الخير يا نهواندو وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا زي ما قلت يا نهواندو من مقر جريده الشروق نطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. لكن قبل ما اروح لاخبارنا يعني يمكن انا شايفه انه الطقس يعني طبعا كان الجو حلو. انا شخصيا بحب الشتاء طبعا يعني لسعه الهواء اللي بتكون الصبح دي لا حلوه الجو ما فيش درجه حراره عاليه كمان السيول المروريه وانا يعني جايه كان تحديدا على دائري ده يمكن طريقي كل يوم افضل بكتير جدا من ايام فاتت. طبعا بدايه الاسبوع دايما يوم الاحد مع عوده المدارس كانت بتبقى الدنيا زحمه ولكن النهارده السيوله المريه كانت جيده. خلينا بقى نروح لاخبارنا واول خبر معانا من جريده الشروق وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي امام الاتحاد المنستيري. الاهلي بزيه التقليدي امام الاتحاد المنستيري في دوري الابطال. اسفر الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والاتحاد المنستيري طبعا زي ما احنا عارفين اللي هتقام النهارده في الرابعه عصرا على ان يرتدي النادي الاهلي طقمه التقليدي او زيه التقليدي بالكامل قميص وشورت وجوارب ويرتدي حارس المرمى الطقم الاخضر بينما يرتدي الفريق التونسي الطقم الابيض الكامل قميص وشورت وجوارب. تاني خبر معانا وهو طبعا يمكن عن الموسم الجديد بقى يعني المسابقه المحليه اللي طبعا كلنا في انتظارها وان شاء الله كلنا في انتظار انطلاقه جديده للنادي الاهلي في الموسم الجديد. ومن اليوم السابع رابطه الانديه تسحب اليوم قرعه الدوري الممتاز للموسم الجديد. تسحب رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة السيد أحمد دياب اليوم بأحد فنادق القاهرة قرعة الدوري الموسم الجديد. وكمان خلينا نقول لكم أنه كانت استقرت طبعا الرابطة على انطلاق الدوري يوم 18 أكتوبر الجاري بعد ما كان يوم 16 وده طبعا نظرا لارتباط الأربع أندية المصرية بالبطولات الإفريقية هم كل من الأهلي والزمالك وطبعا بيراميدز وفيوتشر. وكمان خلينا نقول لكم أنه في يعني اتجاه أنه ان المباريات تقام كل 3 أو 4 أيام وده طبعا للتغلب على ضيق الوقت بسبب التوقفات الدولية الكثيرة في الموسم المقبل. تاني خبر معانا بقى ونروح للدوري الاسباني ويمكن يعني لو حبينا نحط عنوان او احنا حبينا نحط احنا بنفسنا منشط للدوري الاسباني فهو منشط القط والفار ما بين ريال مدريد وبرشلونه. كل فريق بيكسب بينتظر تعثر الفريق الاخر ولكن راسيه برازيليه كما ذكر يلا كوره في عنوانه اليوم تعيد ريال مدريد لصداره الليجا مره اخرى امام ختافي. يمكن زي ما قلنا لكم استعاد نادي ريال مدريد صداره الدوري الاسباني مره أخرى برصيد 22 نقطة بعد فوزه أمس في طبعا أمام ختافي بهدف دون رد برأسية البرازيلي إيدر ميليتاو. طبعا ده كان في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة وزي ما قلت لكم هم بينتظروا النهاردة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة لطبعا تحديد
يعني او التاكيد صدرتهم للبطوله مره اخرى. اخر خبر معانا بقى، وطبعا يعني واضح انه يعني مش هتخلو نشرتنا بعد كده من طبعا اسم النرويجي ايرلينج هالاند، اللي يمكن بيقدم مستويات يعني لو يعني ممكن نقول خارقه في الدوري الانجليزي، وطبعا اخرهم تسجيله امس في مباراه فريقه امام ساوثهامبتون. كمان خلينا نقول لكم انه كوره عنونه هالاند يستنسخ سلسله اجويرو الذهبيه مع سيتي، وقال تقرير كوره انه حسب شبكه اوبتا للاحصائيات انه هالاند سجل 15 هدف في 9 مباريات، ودي يمكن عدد هداف مانشستر سيتي في الموسم الماضي بالكامل، هو كان كيفن دي بروين. كمان خلينا نقول لكم ان الشبكه اضافت ان هالاند اصبح ثاني لاعب يسجل في 7 مباريات متتاليه طبعا بعد سيرجيو اجويرو في نسخه عام 2019. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريده الشروق، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. تغطية كالعادة يا نورهان أكثر من رائعة، وأنا كمان بحب الشتاء، بنضم صوتنا لصوتك، إن شاء الله يبقى شتاء قارس جدا. شكرا ليكي زميلتنا العزيزة جدا نورهان طبعا، اللي هو أطيب التمنيات بالشتاء العاجل. بالشتاء العاجل القارس.